السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءتنا جديده وحصريه على قناتنا لمواليد برج الحمل، استخاره برج الحمل بالقران الكريم. النهارده التاريخ بتاعك يا برج الحمل 8 ابريل، ده تاريخ الفيديو بتاعك، التاريخ علشان مصداقيه قناتك. اما قراءتك عامه ومفتوحه وتنطبق على الجنسين، ركز معايا كويس جدا في القراءه بتاعتك واللي ينطبق عليك. طبعا ما تنساش تنزل تقولولي في الكومنتات، بتفرحني قوي لما بتشاركني يا برج الحمل بالكلام بتاعك اللي بقوله لك في الفيديو. واهم حاجه يا برج الحمل طبعا فضل وليست امر، انزل وادعم الفيديو بتاعك باللايك اهم حاجه، وبالتعليق اللي بتقول فيه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ان شاء الله باذن الله ربنا هيكرمك ويبشرك بالكرم اللي انت محتاجه وبالاخبار اللي انت عايزها. اهم حاجه تحط النيه بتاعتك، علشان الصوره اللي هتتفتح على النيه هي اللي هتقراها، وباذن الله تكون صوره ايجابيه وطاقه عامه. نقول بسم الله ونصلي على الحبيب. بسم الله، سوره الكهف. سورة الكهف، سورة الكهف يا برج الحمل. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. سورة الكهف، طيب هنقول مع بعض بسم الله ونستغفر ربنا على قد ما نقدر علشان التركيز يا برج الحمل الفترة دي. بص، اول حاجة هنقول ان انتوا عندكم هم هينزاع خالص، وعندكم طاقة ايجابية. الهم الكبير اللي عليكم ده هينزاح بطريقة كبيرة جدا، بس انتم مستعجلين وعندكم مجادلة مع حد. عندكم كمان طاقة حلوة جدا 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 هتخرجكم من اي محنة ومن اي ضيقة انتم حاليا فيها. الطاقة السلبية اللي متوزعة عليكم دي هتنتهي بشكل كبير جدا. كمان انتم الفترة دي عندكم حصدا تاما لحاجات كتيرة جدا انتم ناويين عليها. عايزاكم تخلوا بالكم كويس جدا من الفتنة من اشخاص معينين. كمان انتوا هنا مميزين جدا، مميزين جدا في ان انتوا بتعرفوا تتعاملوا مع الاخرين، بس مشكلتكم ان انتوا بتاخدوا الامور بحساسية، ومدام ما انتوا بتاخدوا الامور بحساسية هتلاقوا فيه شوية كلام سلبي عليكم، انتوا كده بتحسوا ان انتوا عندكم دفعة سلبية. كمان عندكم ميزان العدالة الفترة دي، ميزان العدالة ده حلو جدا جدا، هيخليكم توازنوا اموركم بكل حاجة. البعض منكم عنده شوية ظلم في شوية حاجات، عنده شوية عراقيل في شوية حاجات، عنده شوية توتر في حاجات، عنده شوية امور مضايقاه في حاجات، الله اعلم. كمان انتوا هنا بتحاولوا تتأسفوا، او حد بيحاول يتأسف لكم بقدر المستطاع. ضميركم بيأنبكم في حاجات كتيرة جدا في حياتكم، في كذا حاجة شغلة بالكم. كمان الحد اللي هيعتذر منكم الفترة دي هيقول لكم سامحوني انا اسف، فعلا انا ظلمتكم، انتوا ماشيين على جميع الاصعد بتاعتكم تمام جدا، ما تقلقوش خالص، انتوا عندكم شفقه في قلبكم وعندكم رحمه بترحموا الاخرين، بس ما فيش حد بيرحمكم. كمان انتوا قريبين جدا من ربنا الفتره دي، علشان عايزين تطلعوا من اللي انتوا فيه والخذلان اللي بيمر عليكم. البعض منكم كمان عنده امور مع الاسره، عنده امور مجادله شد وجذر مع الاسره، عنده امور مع حد مقرب من العيله اهم حاجه. حاسس دايما ان هو لوحده، ان هو عايش في كوكب الاحلام لوحده، حاسس دايما ان هو بعيد عن الاهل، بعيد عن الاصحاب، بعيد عن ناس كتيره جدا مقربه منه. كمان عندك لم شمل، عندك طاقه جديدة، بس انتوا بتشتكوا، لاما في ناس بتشتكي من المعدة، في ناس بتشتكي من ألم داخل المعدة، في ناس بتاخد علاج كيماوي للمعدة، الله اعلم، بس انتوا عندكم علاج بتاخدوه. كمان بتحاولوا ان انتوا اليومين دول تهتموا بصحتكم زيادة عن اللزوم او اكتر، علشان خاطر انتوا حاسين ان الصحة بتاعتكم في النازل، حاسين ان الصحة بتاعتكم فيها توتر وفيها حيرة، وانتوا مش اخدين راحتكم في صحتكم، مش اخدين راحتكم مع نفسكم. طيب انتوا من على الفاضي وعلى المليانة عمالين تبكي،
انتوا خسرتوا شخص عزيز على قلبكم، والشخص ده كان بيحبكم جدا. انتوا دلوقتي حاليا قاعدين وبتفكروا الشخص اللي انتوا خسرتوه، انتوا غلطتوا اكبر غلطة انكم انتوا خسرتوا الشخص ده، كان فعلا شخص بيحبكم جدا بس انتوا ما كنتوش شايفين اي حاجة. فعشان كده اليومين دول بتحاولوا تعيدوا حساباتكم، بتعيدوا كل حاجة في حياتكم، بتعيدوا اولوياتكم، بتعيدوا مسؤولياتكم، بتعيدوا حاجات كتيرة جدا في حياتكم. والفتنة زي ما قلت لكم اللي حصلت دي هي خلتكم مهمومين وحاسين بالطاقة السلبية. البعض منكم ليه اكتر من سنة زعلان، ليه اكتر من سنة يعني حزين، ليه اكتر من سنة عنده شوية عراقيل واقفة في وشه، فهو عايز يشتغل الفترة دي بأي طريقة علشان هو داخل على ايام مختلفة. عندكم هدية بتتحضر لكم، حد هيهديكم هدية، او حد الايام اللي جاية دي هيجيب لكم هدية حلوة جدا، ومن خلال الهدية دي هتديكم طاقة إيجابية وهتديكم دفعة لقدام بشكل كبير جدا. انتوا دايما من الصابرين، دايما من الناس اللي بتصبر في كل حاجة، دايما من الناس اللي هي يعني بيبقى عندها كده كمية صبر رهيبة جدا في حياتها، كمية صبر ان هم يصبروا على الهم ويصبروا على فساد، يصبروا على كل حاجة لحد ما يشوفوا اخر اللي قدامهم ايه، او اخر الحياة مع الناس اللي قدامهم ايه. كمان انتوا عندكم طاقة انتظار رهيبة جدا، طاقة الانتظار اللي انتوا مستنيينها دي بشكل كبير جدا. انتوا بتحبوا عملكم، بتحبوا شغلكم جدا، بتحبوا المجال بتاع الشغل بطريقة رهيبة جدا، دايما عندكم اكتر من شغلانة، دايما حتى لو ما اشتغلتوش بايديكم بتشتغلوا بدماغكم، تفكير 24 ساعة، بتفكروا للنجاح، بتفكروا للازدهار، بتفكروا في حاجات جديدة، حاجات جديدة، حاجات مهمة، حاجات حلوة ليكم، تزود الدخل، تزود المال، تزود حاجات كتيرة جدا عندكم. وعشان كده بتنتبهوا جدا من الفوضى اللي عليكم، وبتنتبهوا جدا من اللي حواليكم. عندكم شخص موجود في حياتكم، الشخص الموجود في حياتكم ده مش حابب لكم الخير خالص، مازال موجود، ما انتهاش، عندكم موجود بينكم وما بينه علاقة، في علاقة معينة بتربطكم، بس انتوا في يعني اتجاه الشخص ده ما بيحبكمش الخير ابدا، ده عايز في جوه قلبه كره، جوه قلبه حقد ليك ولحياتك، وانت بتربطك بيه علاقة، رابط كده في بينكم وما بينه، دايما بيحاول يستفزك، دايما بيحاول يستفزك، بيحاول ان هما يستفزوك بقدر المستطاع علشان يطلعوا اللي جواك. فانتوا خلوا بالكم من النقطة دي، علشان هو مازال حامل كره ليكم، ومازال مش حابب لكم الحب، ومهما يعمل ان هو عايز يعني بيصطنع ان هو كويس، فهو مش كويس خالص، وانتوا هتعرفوه خلال الايام دي. في حد خارج يعني، في حد انتوا مش عارفين تسيطروا عليه، في حد انتوا مش عارفين تتكلموا معاه، في حد عندكم يعني انتوا مشكلتكم من كتر طيبة قلبكم ومن كتر اللي انتوا شفتوه في حياتكم مبقاش عندكم اي حاجة او اي محنة لاي حد. انتوا شفتوا كتير جدا ظلم، شفتوا كتير جدا اسوأ، شفتوا كتير جدا معاملة ما كانش تليق بيكم خالص، وعشان كده انتوا حرفيا ما بقيتوش تتعاملوا بحنية، ما بقيتوش تتعاملوا بحب مع الاخرين، بقيت التعامل بينكم على قد الكلام، على قد اللي رايح، على قد اللي جاي، بسبب ان انتوا ما بقيتوش ناقصين، او بسبب ان انتوا خلاص ما بقيتوش يعني ليكم طاقة ان انتوا تتعاملوا مع الناس السلبية. عندكم ممكن يعني هيبقى في قعدة، هيبقى في كلام، كل واحد هيقول اللي عنده، انت هتقول وهو هيقول، وكل واحد هيتكلم بالطريقة الإيجابية. عندكم شخص بقدر المستطاع بيحاول يحطكم او بيحاول ان هو يمسك عليكم حاجة، بيحاول ان هو يعمل لكم حاجة مؤذية، بيحاول ان هو يمسك عليكم حاجة معينة في دماغه علشان يتكلم، زي ما يكون الفترة دي كمان عليكم نذر، في نذر لازم توفوا بيه، او بتفكروا، او انتوا نذرتوا نذر من فترة ولسه ما وفيتوش بيه، الله اعلم، بس انتوا عليكم نذر الفترة دي، حاولوا بقدر المستطاع ان انتوا توفوا بالنذر اللي عليكم، علشان النذر ده هو اللي عامل لكم الهم، بسبب ان انتوا مازال موجود في حياتكم. كمان ربنا هينجيكم
من كسرة قلب، هينجيكم من عذاب، وهيجعل جواكم رحمة كبيرة جدا. انتوا ناويين يعني تطلعوا لفوق، وبالفعل انتوا عندكم رفعة حلوة جدا، النجم بتاعكم بيلمع في السماء، وده بيدل ان انتوا هتكونوا من المبشرين في حياتكم. كمان انتوا دايما بتقولوا الحق الحق جدا، ما تعرفوش تزودوا في الكلام، ما تعرفوش تتكلموا بأي طريقة سلبية. عندكم شد وجذر بينكم ما بين حد مع أشخاص معينين، بسبب إنه مشكلة، يعني في مشكلة عندكم هتشدوا مع بعض. المشكلة دي خرجت عن السيطرة بتاعتك، فهتقعدوا قاعدة وهتحاولوا إن أنتوا تواجهوا، وهتحاولوا إن أنتوا تتكلموا بأي شكل وتقولوا كل اللي عليكم، أو هم يقولوا كل اللي عليهم. هيبقى في أمور عندكم، يعني ممكن أنتوا البعض منكم عنده مشكلة مع ورث، عنده مشكلة مع أهل علشان خاطر فلوس. أنتوا عندكم حد طمعان فيكم وعايز ياخد فلوسكم، وده طبعا حاجة أنتوا مش حابينها ولا راضيين بالشكل ده. فعشان كده أنتوا بتقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل بأي طريقة. أنتوا دايما يعني حياتكم جميلة، حياتكم كده ما شاء الله عليها، عندكم حياة كريمة جدا في حياتكم. انتوا شفتوا الحقد وشفتوا الذل، كان عندكم حد متسلط علاقات، متسلط اللسان، كان حد علاقته بيكم او انتوا علاقتكم بيه غامضة، وبعد كده اكتشفتوا الوش الحقيقي بتاعه، واكتشفتوا قد ايه ان هو شخص منافق وشخص مش حابب لكم الخير ابدا. كمان انتوا الفترة دي من اكتر الفترات اللي انتوا تعبانين من كتر العراقيل، تعبانين من كتر المطبات اللي قدامكم، تعبانين من كتر ما كل ما تطلعوا من حاجة تلاقوا حاجة في وشكم. رغم ان العقبات دي تأكدوا تماما ان ربنا بيكرمكم من حيث لا تحتسب، بس خلوا بالكم من نفسكم وركزوا كويس جدا في حياتكم. عندكم هدوء تاما، وفي رابط بينكم وبين حد انتوا ماسكين فيه او حد ماسك فيكم. الفترة دي هي فترة تغيراتكم، هي فترة انتصاركم. في شوية توتر في العاطفة، شوية توتر في حياتك من ناحية الحب، لسه طالعين من صدمة كبيرة، والصدمة دي اكتشفتوها في العاطفة، فعشان كده حاسين بالتوتر، حصل خيبة أمل كبيرة في العاطفة. فبالتالي الفترة دي انتوا مش عايزين ارتباط ولا عايزين اي حاجة تخص العاطفة. ظهر لكم ان انتوا يعني دايما كان بينكم وبين الشريك شد وجذر بطريقة رهيبة جدا، لدرجة انه حصل عندكم نفور، حصل عندكم اكتر من مشكلة، بس في موقف معين حصل، الموقف ده خلاكم انتوا تنفصلوا، او خلاكم انتوا تبعدوا عن بعض، بسبب ان انتوا ما توقعتوش ان النهاية تكون بالطريقة دي، او النهاية تكون بالشكل ده او بالمنظر ده. حصل عندكم بلوك بينكم وبين حد، حصل عندكم بعد بينكم وبين حد، الله اعلم، بس حصلت حاجة بينكم، والحاجة اللي حصلت دي خلتكم انتوا اصحاب قرارات حاسمة، خلتكم انتوا اصحاب شخصية مختلفة نهائيا عن الاول، وما بقيتوش تسامحوا زي الاول. يعني انتوا عندكم نقط على حروف، عندكم حد هتحطوه مع حد، الله اعلم، بس انتوا حاليا بتفكروا تقطعوا علاقتكم باي حد ممكن يفكر ان هو يأذيكم، او يفكر ان هو ممكن يضايقكم باي طريقة. البعض منكم متعرض دايما للخذلان من المقربين، المقربين انتوا بينكم ما بينهم ضغوط، بينكم ما بينهم طاقة معينة، بينكم ما بينهم حاجة مضايقاكم، الله أعلم، بس انتوا هنا عندكم زي ما قلت لكم، لو عندكم شد وجذر مع ناس مقربة فانتوا ارموا ورا ظهركم، وما تركزوش أبدا على أي حاجة ضايعة منكم، ما تركزوش أبدا على أي طاقة سلبية مؤثرة عليكم، انتوا طاقتكم دي مفتوحة. مشاعركم فيها ذبذبة اليومين دول، مشاعركم عندها أو فيها طاقة كده مش عاجباكم خالص ولا حاسالكم الخير. ممكن كمان اليومين دول حرفيا عندكم برضو فوضى في العاطفة، عندكم فوضى في حياتكم بشكل كبير جدا. وكمان انتوا كنتوا في علاقة في الماضي، العلاقة اللي في الماضي دي حسيتوا ان انتوا في توتر، في حيرة، في خذلان من ناس مقربة جدا. انتوا محترمين جدا في التعامل مع الاخر او مع الاشخاص اللي قدامكم، حصل عندكم حالة وفاء، ومن بعد حالة الوفاة دي انتوا اتغيرتوا 180 درجة،
حصل عندكم كمان الفترة دي بشكل كبير جدا، ان انتوا هتدخلوا وهتبدأوا بداية جديدة، هتبدأوا فترة جديدة، هتبدأوا شهر جديد، هتبدأوا اسبوع جديد، هتبدأوا حنويين وبتفكروا حرفيا ان انتوا تبدأوا حاجة جديدة. وبالفعل في حد عندكم ناوي على الجواز، لا اما انتوا لا اما شريك لا اما حد في اهل بيتكم عندكم جواز هتحضروا له، وعندكم فرحة خير بإذن الله. والبعض ممكن يكون عنده رجوع ولم شمل زي ما ذكرت، لم الشمل ده هيكون جميل جدا. في حد عندك عنده علاقة، يعني عنده علاقة روحانية جامدة، عنده علاقة روحانية كبيرة جدا، بيعرف كل حاجة وانتوا بتستغربوا جدا هو بيعرف ازاي بايه اللي بيحصل. علاقاته روحانية جدا، بيربط الاحداث ببعضها في ثانية بيكون عنده النتيجة. عندكم الحظ، عندكم الفترة دي هيكون في أمور، في طاقة إيجابية، في أخبار حلوة، بس عندكم طاقة حزن من حد مقرب ليك، أو حزن مقرب، يعني ممكن الحزن ده يكون مقرب منك أنت شخصيا بسبب حد من في حياتك. الحد اللي في حياتك ده انت حاسس ان انت ساكت وما بتت... يعني ساكت ما بتتكلمش خالص، بس هتلاقي نفسك، هتلاقي نجاحك، هتلاقي ازدهارك الفترة دي. بلاش تكون متهور، بلاش تكون بلاش كده تكون متعصب على الفاضي وعلى المليان، انت عصبي جدا. ومن صفاتك الاخلاص، بس الدموع عندك ملازماك وراك وراك. الطاقة بتاعتك اليومين دول هيكون فيها تملك، انت عندك شراء، ناوي تشتري حاجة معينة، بس ناوي تبني، ناوي تطلع من اللي انت فيه. انت عندك كذا حاجة هتطلعك من المكان المعين اللي انت فيه. زي ما قلت لك كمان الفترة دي ممكن يكون عندك سفر بإذن الله، السفر ده هيكون خير ليك جدا، ومن ورا السفر ده هتقدر تحصد حاجات كتيرة جدا، هتقدر تزرع خير تاني، هتقدر ان انت تشتغل وتعافر وتوصل لكل الاحلام بتاعتك. بس انت الايام دي ماشية معاك بالعكس، يعني كل ما تقول على حاجة تنوي، يعني كل ما يقول خلاص هات بتلاقي حاجة تانية عكس ما انت بتفكر. فعشان كده انا دايما بقول لك ركز على الهدف بتاعك وركز على الحلم بتاعك علشان حلمك قريب منك. وعايزك تحذر من اهل الشريك، اهل الشريك هيكون عندك مواجهة معاهم. انتوا الفترة دي في شوية توتر مع في امور معينة، وعشان كده انت هيكون عندك مواجهة مع الاهل. بس لما هتقعد في المواجهة افضل ساكت 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 لحد ما تسمع كل اللي بيقوله الشخص التاني، وبعد ما تسمع اقدر رد براحتك بالطريقة اللي انت محتاجها. انت عندك هجوم، يعني حد هيهاجم عليك او انت هتهاجم على حد وهتاخد حقك. عندك شوية معلومات بتحاول تجمعها الفترة دي بطريقة كبيرة جدا. كمان البعض منكم عنده حد مريض، عنده حد هيبقى فيه شفاء بإذن الله، عنده حد في خنقة وفي ضيق ان شاء الله بإذن الله ربنا يفك كربه. عندك كمان حاجات انت يعني بتحلم بيها، يعني بتحلم بان انت تقف وتعافر وتوصل للهدف بتاعك بشكل كبير جدا. وعشان كده هي الفترة دي هي فترتك ان انت تطلع من التسلسل اللي هو اذيك. عندك حالة ندم رهيبة جدا، وعشان كده بتعاتب نفسك الايام دي بشكل كبير جدا، فلازم تهدي اعصابك وتهدي الفوضى اللي جواك وتهدي اي مشكلة سلبية في حياتك علشان خاطر انت ناوي على كذا حاجة. كمان البعض منكم تعرض على تعرض على اكتر من مرة من طعنة، تعرض لاكتر من مرة من خذلان كتير جدا في حياته. بلاش ان انتوا تجيبوا كل حاجة على اعصابكم وعلى حالتكم النفسية علشان خاطر انتوا مظلومين من ناس كتيرة جدا، والظلم ده مأثر عليكم انتوا في حاجة، في اكتر من حاجة. فعشان كده لازم تبنوا بالشكل الايجابي وتبعدوا الطاقة السلبية على نفسكم وتحصنوا نفسكم اول باول. طول ما انتوا بتحصنوا نفسكم طول ما هتلاقوا الطاقة الايجابية. كمان مش عايزاكم لو انتوا يعني لو انتوا عندكم اطراف تانية في حياتكم بتتدخل،
طلعوهم بره، وما تفتحوش ابدا مجال اي مجال لحد ان هو يتدخل في حياتكم. الطاقة بتاعتكم مفتوحة، الطاقة بتاعتكم ايجابية، الطاقة بتاعتكم جميلة جدا، وهيبقى فيها حسن الحظ مفتوح جدا الفترة دي. ليه؟ علشان هيكون عندكم تغيرات جذرية، تغيرات في كذا حاجة، في حلم عندكم انتوا بقالكم سنين عمالين ترددوا فيه، الحلم ده مفتوح قدامكم وهيبقى في طريق خير باذن الله. دايما انتوا عندكم مسؤوليات بتزيد، دايما الطاقات بتاعتكم فيها مسؤولية بتزيد، فيها طاقة ايجابية، فيها اخبار حلوة، فياريت تهدوا اعصابكم الفترة دي بشكل كبير جدا. ليه؟ علشان خاطر انتوا روحانياتكم عالية، وطول ما روحانياتكم عالية طول ما انتوا هتسحبوا يعني وهتعلوا، وهيبقى عندكم ترقية خلال ايام معينة. وابشروا ان انتوا لو وفيتوا بالنذر اللي عليكم هتحسوا قد ايه بالراحة النفسية، وهتحسوا قد ايه الطاقة السلبية، الطاقة السلبية دي هتنسحب منكم انسحابا تاما، وهيبقى فيه كده طبطبة عليكم، وهيبقى فيه حسن حظ عندكم بإذن الله. كمان انتوا هنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، هيبقى عندك هيبة في التعامل، هيبقى عندك كده مر حاجة بطاقة تانية، عندك حظ هيضرب معاك الفترة دي وهيغير تفكيرك بأي شكل، هيغير كل حاجة في حياتك، وهتفعل أشياء جديدة، هتبقى كده ليه عندك حساب جميل جدا مع نفسك، هيبقى كمان عندك حالة روقان بشكل كبير جدا، بس انت جواك خوف وقلق وتوتر من مواضيع لو اتفتحت قدامك انت بتزعل قوي، في مواضيع انت حابب تقفلها مش حابب ان انت تتكلم فيها. عندك مرات اخ، مرات عم، مرات اب، مرات يعني حد من اهل الشريك، عندك واحدة، الواحدة دي صاحبة فتنة، صاحبة اخلاق مش لطيفة، كلامها سلبي جدا، وانتوا مش حابين ان انتوا يكون بينكم علاقة. والطرف الثالث المتدخل في حياتكم ده انتوا لازم تنهوا علاقتكم بيه، هو هيقرب منكم الفترة دي، الطرف الثاني هيقرب منكم علشان خاطر يعرف معلومات اكتر عنكم، فانتوا هتقرروا انتوا تموتوه، لا اما تقتلوه، لا اما تبعدوه عنكم، لا اما تمشوه خالص عن اي طريق في حياتكم. فعشان كده دايما يكون عندكم طبطبة عليكم، بس مازال قلبكم بينبض، عندك دوخة بتجيلك من اي سبب. خلوا بالكم كمان ان انتم متعرضين لطاقة سحر، طاقة السحر اللي انتم متعرضين لها دي هي سحر التفريغ، سحر وقف الحال بشكل كبير جدا. السحر ده معمول لكم من اهل بيتكم، يعني من الناس المقربة بينكم اللي بتاكل معاكم عيش وملح، الناس دي مش حابة ليكم ان انتم تكونوا في نفس المواجهة دي. حصل عندكم اكتر من معاناة، حصل عندكم اكتر من فوضى في حياتكم بسبب ان انتم ما كنتوش جاهزين لردة الفعل اللي من الاخرين، عشان كده انتم بتاخدوا كل حاجة على صدركم كده وبتزعلوا وبتحزنوا من اي طريقة. الفترة دي انتوا حاطين هدف قدامكم، والهدف اللي انتوا حاطينه ده طول ما انتوا حاطين الهدف بتاعكم طول ما انتوا حزانة جدا جدا، علشان خاطر انتوا بتسحبوا الطاقة السلبية، بس بسبب النجاح اللي انتوا هتطلعوه مرة واحدة هيبقى وشكم منور جدا جدا الفترة دي. واقدر ابشر الحوامل اللي مستنيين خبر حمل او مستنيين حاجة بخصوص الاطفال، عندكم ولد باذن الله، والولد ده هيكون نور ليكم من بعد الظلمة. انتوا قلبكم طيب جدا، من كتر طيبة القلب بتقعوا في خزلان كتير، فياريت تخلوا بالكم من النقطة دي وتكونوا حرصيين جدا ان انتوا ربنا يكرمكم من حيث لا تحتسب، وتلاقوا النجاح اللي انتوا يعني اللي انتوا وزعتوه على الاخرين. انتوا في عندكم اسم ابراهيم، في عندكم اسم محمد، في عندكم اسم احمد، اسم عادل، اسم يوسف، اسم علي، الاسامي دي موجودة عندكم في حياتكم، بينكم ما بينها رابط، بينكم ما بينهم حديث، بينكم ما بينهم كلام، والفترة اللي جاية هيبقى في حاجة جديدة. كمان انتوا عندكم زينة، بتعلقوا زينة، بتعلقوا عندكم تطورات في البيت، عندكم تطوير في البيت نفسه، عندكم تطوير في ملابسكم، عندكم زينة يعني، او انتوا بتحبوا الاكسسوارات، بتحبوا التغيرات، بتحبوا هدف معين الله اعلم، بس انتوا عندكم طاقة ايجابية باذن الله، والطاقة الايجابية دي هتكون طاقة جميلة جدا، هتخليكم تطلعوا دفعة لقدام
قدامه هتكون في طبطبة عليكم وعلى صدركم بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى، علشان انتوا دايما يعني انتوا ما بتأثروش ابدا في عبادة ربنا، ما بتأثروش ابدا ان انتوا تفعلوا كل ما بوسعكم من اجل الاخرين. بس صدقوني دايما اقول لكم ما فيش حد بيفعل من اجلكم حاجة صالحة، فعشان كده انتوا مضغوطين من كل الاتجاهات ومضغوطين من كل البيبان اللي حواليكم. اتمنى لكم السعاده والهنا والرزق والتفاؤل، اتمنى لكم كل ما هو جميل، ربنا يكرمكم من حيث لا تحتسب. لو عجبتكم قراءتكم النهارده ما تنسوش طبعا تضغطوا لي لايك حلو وتعليق جميل تصلوا فيه على الحبيب، وان شاء الله باذن الله ربنا يجعلكم من المبشرين ويجعل عندكم ايام جميله وايام فيها خير باذن الله وكل اللي انتم محتاجينه تلاقوه. تحياتي ليكم، وان شاء الله انزل لكم قراءات جديدة اول باول وتوقعات حلوة زيكم.